السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خالتي خواتاتي، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. وانتم تشوفوا في هذه الفيديو مونافي، هذه هي الفيديو الأخيرة من فرنسا، وسوف إن شاء الله ندير لكم فيديوهات أخرى من الجزائر. ادعيوا لي برك إن شاء الله نوصل بخير وعلى خير. ويا خي الدعاء دعوة من عند 40 غريب، يعني مغترب كما يقولوا مستجابة. ادعيوا ان شاء الله وربي يسهل لكم اموركم، وربي يسهل لكم ان شاء الله في لا ريزيرفاسيون. كاينه حاجه برك حنا نقول لكم عليها على ريزيرفاسيون خاوتي، كون تصيبوا ريزيرفيو الصباح بكري، صباح بكري ابارتيغ دو 1 ولا مينوي، وروح حتى 9 سورتو سورتو اونت 8 اي 9 خاوتي، راهو السيت يمشي نورمال، راهو يعني هايل. نقول لكم علاه، باسكو 8 يكونوا الناس خارجين ديجا، راهم اللي خدام خدام، واللي رايح لاجونس رايح، واللي تسمى لو سيت ما يباقيش، يكونوا البلايس ريزيرفي في هذه هي في هذه لا بيريود. وان شاء الله ربي يسهل لكم كاملين. واللي كاين لي يعني صحت له بلاصه وريزيرفا ولا، قولوا لنا خاوتي ماذا بينا باش تعلمونا، باش ثاني نبارطاجيوها مع خاوتنا، وقولوا لنا كيفاش ريزيرفيتو. سورتو سورتو البروموسيون تاع هنا باش تخرج لكم 50%، لازم تنسيستيو خاوتي، تنسيستيو عليها، تابيو سوغ ريزيرفي 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 حتى تخرج لكم، باسكو مراهيش تخرج للناس كامل، وكاين اللي خرجت لهم وخلصوا بها، وكاين اللي ما خرجت لهمش. المهم نتوما ديروا اغيير اغيير، ومن بعد ابيو سوغ ريزيرفي ريزيرفي حتى تخرج لكم هذيك هذيك لوبسيون تاع هنا، باش يكون البي تاعكم موا 50%. وكاينين اللي استفادوا منها يعني، الحمد لله يا ربي، وان شاء الله العقوبه اللي مزالوا. فوالا، هذه بالنسبه لا ريزيرفاسيون. المهم الوكالات راهي خدامين، يعني كيما الوكاله تاع ليون فت عليها اليوم، راهم خدامين بصح الغاشي بزاف. يعني فرانشمون رحت صباح انايا باش زعما نشوف لادات تاع الغوتور كيما العاده، لقيتهم يماركيو ماركيت جا النيميرو تاعي 37، ايا ما لقيتش الغاشي بزاف 36 باردون. سقسيتهم ثم قلت لهم يعني 36 ما راني ما نطورش ونفوت. اي مدام قالوا لي لا راهي هذه لا ليست 36 هذا النيميرو بوغ لا بوغ لا سيمين بروشين، يعني ابارتيغ دي لاندي، وروح لاندي وما نعرف لا نلحق ولا ما نلحقش. المهم قلت لهم انا لاندي ان شاء الله راني في الجزائر، دوك نشوف بلاصتي من ثم من الجزائر، ونهني راسي مبركه ما رايحه جايه لاجونس، سي بون نخلي للناس الاخرين اللي حابين يريزيرفي. فوالا، المهم دايرين ورقه سوغ لا بورت، واللي يجي يكتب اسمه يدير النيميرو تاعو، ومن بعد كي يجيو يفتحوا يعطيو لهم كل واحد يعطي له النيميرو تاعو، ويفوتوا واش فوتوا تاع تاع الافونت ايير قبل باش يرجعوا تاع اليوم. هكذا هكذا راهي تمشي. اسكو في لي زاجونس الاخرين راهم يمشيو كيما هكذا ولا لا؟ ماذا بكم خاوتنا اللي من باغي ومارسيليا ومن ليل ولا، يقولوا لنا كيفاش راهم يخدموا لي زاجونس تاع الجيري فيغي. بالنسبه للرحلات الجويه كيما قلنا لكم البارح، يعني راهم علنوا على بيع التذاكر من فرانكفورت للجزائر، ومن عفوا من فرانكفورت الى وهران، ومن كندا الى الجزائر العاصمه. الدول الاخرين مازالوا ما علنوش عليها، كي يكون اي خبر خاوتي وخواتاتي راني نحط لكم لشتا بوست، لكن ما قعدتش على بالكم واحد كي يكون مسافر يخي على بالكم كيفاه. وان شاء الله رانا نتلاقاو في فيديو اخرى، راح نخلي لكم واحد لا فيديو خاوتي وخواتاتي تشوفوها دركا. يعني انا كي سمعتو والله العظيم غربكاني هذا السيد هذا اللي راهو يباطي على الجاليه الجزائريه، السيد عبد الوهاب يعقوبي. اليوم كان تدخل قوي في المجلس، في مجلس النواب، وتدخل يعني سيرتو سيرتو على الجاليه الجزائريه، قال لهم انا كيما يقولوا انا عندي الحصانه وعضو في المجلس ونائب في المجلس، وهكذاك وغلقتوا عليا، خلي ما بالك من الشعب الضعيف. المهم دوك نخلي لكم لا فيديو تاعو تشوفوها وتسمعوها. خاوتي خواتاتي نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في ساعه ان شاء الله تاع خير، وراني ما ننساكمش، راني ندير لكم ان شاء الله اذا قدرت ندير لكم مباشره من الباطو باذن الله. وبقاو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو في روحكم. بالنسبه للقانون، مشروع القانون المعروض علينا في الاجراءات المدنيه والاداريه، جاء هذا المشروع
لتتميم بعض المواد الخاصة بالقانون التجاري. وفي الحقيقة من حيث المضمون يعني لن نتطرق إليه، أنا عندي تعديل سأتقدم به إلى اللجنة إن شاء الله. لو سمحت لي سيد الوزير، أردت فقط أن أوضح بالنسبة لقضية حكيم دبازي. كان الأولى ألا تنتظر الوزارة هذه المدة كلها لكي لا تترك لمن يريدون المتاجرة بقضايا إنسانية تترك لهم الفرصة. نحن نعرف جميعا بأنه في الدول المحترمة عندما تكون قضية بهذا الحجم وكيل الجمهورية يدير ندوة صحفية لا تستدعي لا مساءلة الحكومة ولا مساءلة الوزير، كان المفروض وكيل الجمهورية مباشرة بعد الوفاة يعلن على تفاصيل وحيثيات القضية، ولا نترك الفرصة للذين يريدون أن يصطادوا في المياه العاكرة لكي يشوهوا الدولة ومؤسسات الدولة. ونحن نعرف سيد الوزير أنك من عائلة طيبة ونحترم كفاءتك ونحترم كفاءات كل الجزائريين في كل الإدارات، نحن فخورون بمؤسساتنا، لكن هذا لا يعني أبدا أن نسكت على أي إخلال بواجب البيان. المؤسسة تاع القضاء وتاع العدالة عندها واجب البيان في الوقت، ما لازمش تخلي حتى يسمى الناس كامل تستثمر ومن بعد نستناو حتى تدول القضية ومن بعد ترفع قضايا أمام المحكمة وتجي يعني ناس يعني يزايدوا، لا نقبل هذا. فلذلك واجبنا أن ننبهوكم، واجبنا أن نطلب منكم أنكم توضحوا للرأي العام الأمر كي لا يكون هناك تمادي في هذا الشأن. أنا تحدثت سيد الوزير عن الغلق، لم أقصد الغلق الجوي، أنا أتكلم عن الغلق بالمعنى العام. الجزائريين في الداخل راهم مخنوقين، كاين إحساس بأنه كاين إن شاب دو بلون. الناس، أنا نائب الآن، نروح لمديرية العلاقات الخارجية في المجلس نطلب قائما تاع لجان الصداقة، سي كونسيديري كوم توب كونفيدونسيال سكري ديفونس. أنا نائب، ما نعرفش الزملاء تاعي في أي لجان الصداقة موجودين. أنا مدعو اليوم إلى سفارة كوريا الجنوبية مساء، ما نعرفش شكون كان في القائمة، نطلب ما يمدوليش. إذا كان أنا نائب عندي حصانة ودايرين عليا الغلق، كيف الشعب الجزائري؟ فلذلك اليوم كذلك تم غلق كل الوكالات في ليل وفي مارسي وفي باري وفي ليون. كيفاش الناس ديروا باش يحجزوا؟ كيفاش يديروا؟ وعلاش ندفع بشعبنا أنه يكون في أيدي هؤلاء الذين يتاجرون؟ فربي جزيكم خير، حاولوا أنكم تستوعبوا الصيحات نتاع الشعب الجزائري وتتقبلوها بروح يعني رياضية أخوية، وإحنا نكبر فيك أنك يعني تحترم المعارضة. بارك الله فيكم.